رستم 20 من رستم 4. حول رستم 4. تم اقتحام منزل المشكوك فيه ولم نجد اي اشخاص، وتم عثور على قميص وضمادة ملطخة بالدماء. علم رستم 4 واصل العملية. رستم 20 علم. C'est un très beau pays. Votre pays est très très beau. Il y a la nature, la mer et le soleil. Et monsieur Merajdi. En fait, comment il va notre ami Merajdi? Il va très bien. كاين اخبار جديده حضرات؟ رانا عطينا على المكان اللي كانت محتجزه فيه خطيبتك ساميه، وبعد عمليه التفتيش رانا صنع الاشياء. نقدر نسلمهم باش نواصل التحقيق تاعي؟ ما كاش مشكل. يمكن؟ يمكن، ولكن قبل ما تستلمهم سي جمع تمضي لي على وصف السلام. تفضل. ما كاش مشكل. شكرا حضرتك. شكرا على وجودك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مع السلامة. مع السلامة. لازم كل شيء يدور على الشعره. جو فو ان انيفرسير على الامريكان، على خاطر احبابي ناس كبار معالم لازم نقوموا بهم. ناس با علمي جماعه المغرب والجنوب راهم لعقوا، اعطيو لكل واحد فيهم اقامه ومشوا انطونيو الحق. يا روم احمد مليح، قوموا به. مسيو انطونيو سي جولي. سي تري بو. سي تري بو. ميرسي. ميرسي. Gracias. قريت على المخبر هذا وين الحق ضرب عليه طار. يسموه حميد، عنده عام ونص من اللي خرج من الحبس. بطال. علاش دخل الحبس؟ لاكاس ثلاث حوان تاع ذهب والضرب العمدي بالسلاح الابيض. أما هذا هو اللي عجلته سامية. ممكن. هذه راهي شايفة. يسموها زهرة. تخدم في مستشفى الأمراض العقلية. 30 سنة في عمرها. واش هي علاقتها مع حميد؟ الشرطة العلمية لقوا شعرة منها اللي لباس تاعو. قلت لي مستشفى الأمراض العقلية، أما عندها علاقة مع مجيد. لازم نوقفوا هادو زوج شرعين. حبس مازال حاجة، على حسب التقارير والمعلومات اللي راهي عندنا حميد واش بيه؟ راه مجموعة المراجدي. واش كاين؟ واش راك تخمم؟ بالضبط، تبعني تبعني. ما
تفضلوا بساعتكم. أليزي مسيو، أليزي مدام. فوسنا شرطة مفتش جمال. انا مزي اسمح لنا، رانا جينا في وقت غير مناسب. معليش، المهم رانا في خدمة الوطن. وهل الانسان تعرفه؟ اسمح لي دقيقة. تفضل. مانيش متأكد، ممكن شفته. يكونش خدم معك ولا خدم عندك؟ ما كذبش عليك، انا عندي تجارة كبيرة ومخدم اكثر من 300 شخص. واش دار هذا؟ راني بعثتو عليه باش نحققو معاه في واحد القضيه. معليش نسالوك سؤال اخر. تفضل. ما تعرفش واحد اسمه مجيد؟ مجيد لما نرجع للذاكره تاعي ما كانش واحد اسمه مجيد. شكون هذا ثاني؟ مجرم خطير هو ثاني. يلا طيف، الله يحفظنا من ولاد الحرام، الله يحفظنا من ولاد الحرام. رانا خدينا من وقتك، وعيد ميلاد سعيد. ما تريحوش تسهروا معنا؟ شكرا، عندنا مهمة أخرى. على كل حال مرحبا بكم في كل وقت. بارك الله فيك. هيا مع السلامة. سلامة. بس سي جنابل حرز روحك. احمد وي معلمي. راحوا المصايب هذوك؟ راحوا. ها بصاوا واش يحتاجوا؟ كانوا يحوسوا على حميد. على حميد؟ حميد ايه، حميد راه مازال في المدينه، ومادام شرطة تحوس عليه راه مازال هنا، وراه قاعد يحضر في حوايج ما علبناش بهم. يعني يكون ورا لي كاس الاخرين هو؟ ما تستغربش، يقدر يكون هو. اسمع، هذا مجيد، هذا شكون هذا مجيد؟
الراجلين ما يحتاج والو؟ ما نحتاج والو، ما نحتاج والو، روح سكلي بالمعارض، روح 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 روح. عمري ما سمعت بمجيد هذا انا. احنا تاني معناتها كاينه حاجه راهي تحضر في المدينه. وهذه الحاجه هذه لازم نعرفوها. ومادام هذا حميد مازال حي راه خطر علينا. دونك لازمك تقضي عليه تسويس. لازم نمحوه هذا. يلا سهل. أنطونيوك صافا؟ صافا. يالوغ يالوغ الوغ كوم كومو سا سباس او فرونتيير؟ جو نتو كاش با. وي سي تانسي او فرونتيير سافا مال. Écoutez moi mon ami, écoutez moi. Nos amis en Europe, je te raconte pas. Il faut que ça soit bien réglé. Si vous ne respectez pas les temps d'envoi, il ne faut pas compter sur nous. J'ai compris, j'ai compris. Je sais que ça va mal, mais je vais m'en occuper sérieusement et tout redeviendra normal. À l'occasion, demain je t'invite à la ferme et nous allons faire un petit pique-nique. Sahala, c'est Mohamed. Tu viens. يعطيكم الصحة. هذه الخدمة. هذا هو الحذر اللي طلبته منكم. كشفتوا الدنيا ومازال حتى ما بديناش. شفتوا؟ رميتوا المرأة في الغابة. وبسبتها جبتوا للدرك للدار وناويين تدخلوا في مشاريع كبار مع ناس كبار. باه قولوا لي باه في الطرفاية ماطور بتاعكم. كل واحد يروح يشوف شغله. العربي نحتاجك. ضربة الدرك هذه تخليني نعاود حساباتي، شوف الجماعة وين وصل التحقيق وخبرني نقطة بنقطة. نتكل عليك صح. عرفنا على الشخص اسمه حميد. شوفي هو متأكدة هذا هو وإنهم الأخرين كي يطيح هذا في الشبكة الأخرين يجوا. بغيت نسقسك حاجة، ما سمعتيهمش تكلموا على مجيد؟ لا لا بصح شكون هذا مجيد؟ هذا مجيد يكون هو وراء العملية. ولا خليني خليني جبت لك واحد الخبر يفرح. راني نسمع فيك. الخميس الجاي رايح نجي انا ويما عندك. مرحبا بكم. عرفتي لي سيما مكان هو اللي تما؟ وكان والو لهنا عندي. اه
Comme tu vois, Antonio, c'est ici notre grand projet. Et quand est-ce que ça sera prêt? Dans un mois et demi. Un mois et demi? Bien. Maintenant, je vais te montrer une nouvelle qualité. C'est une qualité nouvelle. Nos amis l'ont ramenée de Colombie. Mais si tu sais le mal que j'ai eu pour la faire rentrer ici à vos frontières, c'est impossible. Hein? Vos services de sécurité sont très sévères. Ils apprennent vite. Eh oui. Mais ça vaut bien la peine. Hein? Ça vaut bien la peine. Parce que ça, c'est une fortune. Tu écoutes la musique? Quoi? Le bruit du moteur? C'est pour irriguer les pastèques. Ah. Tu l'as cultivé au milieu des pastèques. Oui. Donc notre marchandise aura un goût de pastèque. Et comme ça, on aura créé une nouvelle variété. Une nouvelle variété. الو سي عثمان مدير البنك، معك مجيد. جبت الفلوس؟ نعم. مليح. تعرف لو نشك باللي كاينه حاجه هكذا ولا هكذا، انت تعرف مصيرك. شفت الساعه الكبيره هذيك؟ وقف تحتها. صاي شحال راهي الساعة؟ ستة وخمسة. بركة دور يمين ويسار. دركا دير حركات رياضية باش نتأكد باللي ما عندكش السلاح. مليح. أرواح مرشارية يا درك. مشي بالخلف. يلا هكذاك. هكذاك. اتوقف دركا. راح نغلق التليفون وانت كمل امشي هكذا. يلا هذا الفاقو ولا الاخر ولا يا المؤمنين. يا روح تروح روح تروح روح روح. خبزة يا رجل الزين. خبزة يا ودك. قلت لك روح تروح. خبزة واحدة. خبزة واحدة يا رجل الزين. خبزة واحدة هاك. اي مشي 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 مشي. قليل 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 قليل. قلت لك روح 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 روح. خبزة واحدة راجل زين زين زين. يا ودي كنت روح مالك. روح روح. يك الصحة يك ما يتمنى يا الراجل الزين. الفلوس كم مين؟ يا فلوس فلوس انا اعطيتك الفلوس. هي روح 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 تروح روح. قلت لك الفلوس اللي في الكابا.
سي مجيد. شوف هاك راه ملح حلو وكملين. تعرف لو نشك باللي فيها خدعه ولا هكذا؟ لا 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 فيش. كل شهر نفس المبلغ صح، واحنا عندو وعدنا لزوجتك للمسؤولي صح يشوفوا الديسكات وتصوروا انت عارف صح. كنت باهي بزاف. يلا حط حط المكتوب كما هنا هنا. يلا ما ندورش، يلا 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 قلت لك ما ندورش. يلا زهرة الحميد راهم هنا عند هذاك اللي يبيع الروايح. لك متأكد باللي حميد وزهرة؟ ايه، وخرجوا من هذاك الحانوت. شكون مولاه؟ يسموه يوسف ويبيع كوسميتيك. قديم هنا؟ عنده عام ونص. لك متأكد باللي حميد وزهرة؟ ايه انا متاكدين. صحيت روح لخدمتك. حميد وزهره انكشفوا في التحقيق، لونكيت مازالها ماشيه، راهم يحوسوا عليهم. لازم لي حل هذا الزوج. والمراشدي واش يدير؟ لحقوا الخبر وكي جاوا الشرطه للدار وسالوه عليهم انكر معرفتهم. واش تاني؟ الليام في بعيد ميلاده وحضروا فيها شخصيات كبيره حتى الاجانب. شكون الاجانب؟ جاوا من كل بلاد، من الصحراء، من طليان، اسبانيا. ايوه 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 هذو المعاليم الرسالة تاع المعامل المراتي. هذه المعلومات اللي كنت حاب نسمعها. اسمع الليلة هذه لازم نتحركوا. صح ولي العربي، مين راك تجي في هذه المعلومات الكبيرة؟ راك تعرف خويا ماجد الناس تهدر والكلام هذا ما طاحش فيه بدون طرش. خويا العربي عندك مستقبل زاهر، انت تعرف المهنه وتعرف كيفاش تحافظ عليها. هذه تربيتك يا خويا مجيد. هيا اوكي.